شكرا يا غادة ويا هاني، وانت نور نورك اكيد. صباح الخير لكل المشاهدين، وتحديدا صباح الخير لشخصين عزيزين على قلبي عم يحضروني اليوم استثنائيا، عبد وجيسيكا، فبقلهم تحية. البداية حتكون قوية وقوية جدا بفقرة اليوم. رح نبدأ مع المسلسل الأكثر انتظارا، مسلسل الهيبة بجزءه الثالث. رح نشوف فيه حان وقت الحصاد، حان وقت الحب، وهو عنوان طبعا الموسم الثالث من هذا المسلسل. مسلسل الهيبة بهالجزء رح تشاركه لتيم حسن، نادين طبعا، سيرين عبد النور. هذا الجزء سيرين عبد النور رح تحاصر تيم حسن في بيروت. خرجنا من الإطار الهيبة الضيعة ودخلنا إلى المدينة، ورح نشوف أكشن من خلال هذا المسلسل. خلينا نشوف البرومو. وربي بعرف كل عيلة فيها المنيح وفيها العاطل. فيها شاهين اللي عاش طايع بين أبوه وأولاد عمه. فيها صخر حتى لو طايح بضل أخوه ابن أمك وأبوك. يعني طبعا عم نشوف اجواء الاكشن خطيره وخطيره جدا. البرومو عباره عن يمكن معركه مستمره لن تتوقف. طبعا كل الانتظار وكل التوفيق الى فريق عمل الهيبه بجزء الثالث الحصاد. يمكن على متشوقين نعرف شو القصه، فكل التوفيق لهم بهذا الموسم الثالث. طبعا نحن صرنا يمكن اكثر من يوم عم نتحدث عن دراما رمضان على مختلف قنوات ام بي سي، طبعا من مسلسلات وبرامج ايضا، ولكن ما هي يعني سلسله البرمجه وكم محطة لأم بي سي ستعرض دراما رمضان؟ طبعا ما في غير المتحدث الرسمي لمجموعة أم بي سي مازن حايق يخبرنا عن هالتفاصيل. خلينا نسمع. نوعد أنه راح ننافس بقوة على خمس محاور بلس 1، أم بي سي 1، أم بي سي 4، أم بي سي مصر، أم بي سي عراق، و أم بي سي دراما. أضف إليهم شاهد. يعني شو يعني حننافس بقوة؟ غير أنه عندنا خمس قنوات وشاهد، عندك مثلاً 11 دراما مصرية حصرية على قنوات أم بي سي، عندك تقريباً 28 عمل حصري على شاهد، كحصري بمعنى الأونلاين. فطبعاً مثل كل سنة رمضان هو على أم بي سي تقليد سنوي، تصبح أم بي سي ريادتها في مصاف لوحدها. طبعا يعني رمضان يجمعنا على قنوات ام بي سي، ومثل ما قلنا في خمس قنوات بالاضافه لشاهد بلس طبعا اللي عم تعرض جميع هذه الاعمال. وام بي سي مش بس عم بتنافس على صعيد الدراما وعلى صعيد البرامج، وانما ايضا بالاعمال التاريخيه. طبعا صار الوقت نتحدث عن عمل تاريخي كبير وكبير جدا، يعني سيتم عرضه على قنوات ام بي سي هذا الموسم الرمضاني. عم نتحدث عن مسلسل حرملك اللي بيتحدث عن يمكن اذا بدكم كيدهن عظيم النساء، لا احد يستقل بالنساء، وخصوصي خلال فتره هو قصه خياليه. خلينا نشوف البرومو متحدث اكثر. حصه وبيصل مراد باشا مع كباريه الحكمداريه، بدي اياكم عم تضوا ضوي. اربع جواري من الحرملك مبينين. تركوني جوعانه هون ولا ترموني هيك رميه. بس وغير خايفه. يعني انا كل الوقت مصمتك للي مثله. مين انت؟ فين حنا؟ طب مش نقوم نروق دمنا بقى؟ ولك قوموا! قوموا اتحركوا! شوفوا وين اخطب، دوروا عليها بالشام وبكل قرني! احنا ما بدنا غير راحتك ورضاك يا باشا. هارب معي. ولا يعني اول قريه عاملها؟ حابه اكون معك. وانا بعمل لك يلي بدك اياه. نسيتي انه نحن جواري؟ انت ليكي حياتك. انت صرت حياتي. معك اسبوع. بتخبريني مين بدك تبيعي ومين بدك تخلي. حرم لك. يعني طبعا برومو مشوق ومشوق جدا. نحن بانتظار هذا العمل، والحديث اكثر عن هذا العمل معنا ساره دبوس، المديره التنفيذيه لشركه لكات الانتاج. صباح الخير.
صباح الخير رأفة. اهلا وسهلا فيك، شرفتينا اليوم. بس انا بعرف انه يعني خلال سباق رمضاني هذا اصعب وقت تكونوا فيه انتم خلال الانتاج، شو عم تعملي معنا بالمقابله؟ مش ملحقين تصوير. مزبوط، جاي هيك على السريع 10 دقائق وبدي امشي. وبالحقيقه هي يمكن اصعب فتره على كل شركات الانتاج، بتكون الخمس ايام اللي بيسبقوا رمضان الكل بيكون عم يركض لنلحق وليطلع المسلسل بافضل شكل وبافضل صوره. اكيد اكيد ما في شك. لو بتخبرينا اكثر عنك، كنا عم نتفرج على البرومو، العنصر النسائي طاغي وطاغي جدا، ولكن هناك مجموعة كبيرة وكبيرة جدا من نجوم الوطن العربي، من سوريا، من لبنان، من مصر. لو تخبرين أكثر عن هذه الخلطة اللي عملتوها دراميا وتاريخيا بمسلسلكم. تمام، هي الحقيقة في مثل ما قلت مجموعة كبيرة من البطلات، وكمان بالمقابل في مجموعة كبيرة من الأبطال. هو حرملك مزيج بطولة بين النساء والرجال، في خط الحرملك أكيد اللي هو مثل اسم المسلسل اللي بيعني القسم اللي كانوا يعدوا فيه كل النساء التابعين لقصر السلطان من أمه وأخواته والجواري، وأكيد في عنا خطوط تانية اللي هي لح تتلاقى بطريقة أو بأخرى مع النساء لحتى يحبكوا مع بعض، قصة مشوقة وإن شاء الله هيك تنال إعجاب كل المشاهدين. أكيد نحن ممكن معودين إنه شوي موسم رمضاني العالم تتجه صوب الدراما الخفيفة، ولكن كان واضح، صحيح عم نتحدث عن دراما تاريخية، ولكن اللهجة اللي عم يستخدموها هي لهجة بيضاء أو لهجة عامية بمسلسل قصته أو الواقع اللي هو فيه تاريخي. كيف اخترتوا هالخلطة تكون؟ تمام، هو الحلو بهذا المسلسل انه هو بينتمي لحقبة تاريخية، لكن احداثه ما بتمثل التاريخية، بتلامس التاريخ اكيد رأفت بطريقة او باخرى، لكن احداثه متخيلة، لهيك كانت اللهجة العامية هي الاقرب يمكن للناس خاصة بشهر رمضان. وهو بالحقيقة بدمشق كان يجي تجار ونساء من لبنان ومن مصر ومن كافة بلدان العالم، كل حدا كان يحكي بلهجته بوقتها. لو ما تحدث شوي عن نجوم العمل، يعني احنا شفنا طبعا جمال سليمان، شفنا سلافة معمار، احمد فهمي، باسل إزارو، تخبرينا عن هاي التركيبة، كيف اخترتوا هذه الشخصيات؟ وإذا بدنا المين لاين أو الخط العام للقصة للمسلسل. هي الحقيقة أنه هي التركيبة يمكن من النادر أنه تجتمع بمسلسل واحد، مثل ما قلت عنا كوكبة من أهم نجوم الوطن العربي، عنا الأستاذ جمال سليمان، عنا النجم باسم ياخور، سامر المصري، درة، سلافة معمار، قيس الشيخ نجيب، أحمد الأحمد، والنجم المصري أحمد فهمي، طبعا بالإضافة لأسماء كتير، في عنا أكثر من 70 ممثل وممثلة ونجوم، يعني كلهم معروفين وكلهم محبوبين من قبل المشاهد. هو صراحة المنتج أستاذ إياد نجار بيحب دائما يتجه نحو البطولة الجماعية، سبق وعملناها نحن بكلاكيت بمسلسل الأخوة، وهلأ عم نعيد التجربة مرة تانية. حكينا عن النجوم، فخلينا نحن نحضر مقابلة مع سلافة معمار من قلب كواليس هذا العمل، خلينا نشوف. 4 3 2 قمر هي صاحبة الخان، خان الدكة، هي اللي بتدير هذا المكان اللي هو المفروض مثل هلأ، إذا أنت بدك تقولي أوتيل، بس هو مكان للاستمتاع وللغناء وللطرب بنفس الوقت، فيه النساء الجميلات والمغنيات والراقصات اللي بيجتمعوا فيه رجال المجتمع، من متنفذين، تجار، ومنشوف شو دور هذا المكان، أو قدي عم بيكون هذا المكان دائماً له دور بالأحداث اللي بتصير بالمجتمع أو بالحركة التجارية والاقتصادية. ومنشوف هاي الشخصية اللي هي شرسة وقوية وكيف عم تدير هذا المكان، واللعب مع الكبار لوين بيودي. كل التوفيق طبعاً لسلافة معمار، يعني واضح ضخامة الاستديوهات اللي عم يتم فيها التصوير. خبرتيني تحت الهواء عن كذا لوكيشن عم تصوروا فيه، لو نعرف تفاصيل بأي بلدان عم تصوروا، وهل تم بناء هذه اللوكيشنات خصيصا للمسلسل؟ نعم رأفت، هو بالحقيقة الحلو بهذا المسلسل انه فيه كتير لوكيشنات، والديكور كان على درجة عالية من الإتقان. بنينا استديوهات خصيصا هون بأبو ظبي بالتعاون مع 2454، وهذا الشيء رح يظهر بحلقات المسلسل، وتم التصوير اغلب العمل هون بأبو ظبي، صورنا كمان لفترة من الزمن في لبنان. لو ما نخبر الجمهور شو ينتظر أكثر، هيك شوية تفاصيل عن الخط العام للمسلسل،
وأين سيعرض على قنوات أم بي سي؟ حقيقة أنا ما كتير جعبالي أحكي بتفاصيل المسلسل، بس هو كتير مشوق، فيه أحداث يعني متتالية بتخلي المشاهد أبداً ما يمل، وفيه خلطة من النجوم وخلطة من الأزياء ومن يعني كل عناصر الضخامة والإنتاج العالي موجودة فيه. وأكيد طبعاً الإخراج ما بدنا ننسى الأستاذ المبدع تامر إسحاق. والشيء اللي كمان يعني added value للمسلسل انه اكيد رح ينعرض على ام بي سي 1 خلال شهر رمضان المبارك. بس هيك اخيرا خلينا نخبر الجمهور انه تصوير مسلسل يعني 12 ل 14 ساعه يوميا، فعن جد يعطيكم الف عافيه. انا من عندي بقول لك يعطيكم الف عافيه وكل التوفيق بمسلسلكم برمضان، ما رح اخرج اكثر من هيك، بعرفكم انه لازم ترجعوا على اللوكيشن وتتابعوا شغلكم، فموفقين يا رب. الله يعافيك رأفت، وشكرا لاستضافتي اليوم. شكرا، شكرا لكم. طبعا نحن مكفين بفقرات رمضان يجمعنا، بكره حيكون في عنا اخبار جديده ومستمرين حتى اخر يوم قبل رمضان، فخليكم متابعين معنا. شكرا لرأفت، وايضا تحياتنا لساره، وبتمنى لهم التوفيق، التوفيق لكل النجوم والممثلين اللي راح تكون اعمالهم يعني موجوده في السباق الرمضاني. في شيء لفت انتباهك؟ لفتني رأفت حتى التون حقه رمضاني. رمضاني ايوه، الصوت كده دخل مود رمضان.